مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة زكان، وفي هذا اللايف الخاص لشخص في وضعية خاصة، وضعية الإعاقة. كنا كنعرفوا بأننا يعني في هذه الأيام خلد الشعب العالمي وساكنة المعمور اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. واليوم التقينا مع السيد المسلك بطبيعة الحال، اللي كان يعني ربما لديه يعني مجموعة من المشاكل ومجموعة من المطبات اللي كيعاني منها، وقام يعني باحتجاج من نوع خاص بمجموعة من الإدارات العمومية اللي غادي يقربنا من الوضعية ديالو، ويعني أهم المشاكل ديالو والمطالب ديالو خاصة في هذا اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعيد مسلك الأيام من مدينة أيت ملول، تحية خاصة لمشاهدي شوف تي بي، يا ربي تحيد علينا هذا الوباء، يا ربي كنطلب من الله الشفاء لكل العاجل لكل المسلمين، مرة مدينة عين زكان أيت ملول والمغرب كامل، يا ربي تحيد هذا الوباء. بمناسبة اليوم العالمي المعاق، أنا كنحتج على حساب عدة مسؤولين في الإدارات العمومية اللي باقي واحد الكشك، كنت طالبتهم بواحد الكشك باش ندير مشروع ديالي اللي عبارة عن كشك مواد غذائية باش نعيش وليداتي، عندي جوج وليدات اللي يخليهم ليا بلاد، مسؤولين باش يطلقوا ليا المشروع ديالي اللي بقى في مركز الجهة والاستثمار مدينة أكادير أيت ملول. هذا الكشك اللي كانت سلمته لي المياه والغابات مشكورة، اللي كان نوجه لها التحية من خلال هذا المنبر، كانت سلمته لي وعطوني شي ورق عمرتهم قديتهم. المهم يبقى الملف ديالي أحيل على مركز استثمار من 13/3/2020 إلى يومنا هذا، ومرجو تدخل المسؤولين باش يحيوا هذا الملف ويجبدوا لي يحيزوا الوجود باش ندير انا مشروع ديالي ونزيد قدام. رزقكم بخير، شكرا. فضل فيها بالنسبة مع المجتمع المدني ما كنلقى والو مشاكل، مع المجتمع المدني كيتعاونوا معنا كيتساعدوا معنا كيمدوا لنا يد المعونة باش نزيدوا لقدام، ولكن مع الإدارات العمومية كنلقاو بعض العراقيل اللي من بينها الولوجيات، من بينها الاستقبال كيكون هو في البيرو الفوق وانت كاين لتحت ما تقدرش تطلع عنده. هذا بالنسبة هذا هو المشاكل اللي كيكونوا اللي كيتوجه لشخص معاق بالضبط. هذا الشكل الاحتجاجي هو معروف به سعيد مسلك الايام، ديما اليوم العالمي واليوم الوطني كنحتفل بهذه الطريقة ديالي اللي هي طريقة سينمية ماشي ما كنضرب حتى واحد، ما هذاك كنحتاج بطريقة سينمية كنعبر على الشعور ديالي باش يكون مدخول، يكون واحد الشخص معاق عنده واحد المدخول وعنده واحد المشروع ديالو. شكرا. بالنسبة للوضعية سعيد مسلك اليامية، وضعية الحمد لله بخير، عايش هو هذاك، عندي جوج وليدات، كندير سمسار ديال الديور طنوبيلات الأراضي، كنبريكولي، ولكن التمسيرة مرة كتجيبها مرة ما كتجيبهاش يعني، والمحسنين كيتعاونوا معايا، المحسنين كيتضامنوا معايا، بعض المحسنين الله يجزيهم بخير، كاينين الناس واحد داير شهرية ليا 100 درهم، واحد تاني داير ليا 50 درهم. الله يجزيهم بخير، كنوجه لهم تحية من هذا المنبر. وسعيد مسلك الأيام محبوب عند جميع الناس كيتعاونوا معايا، كنصلي كندافع الإيمان ديالي قوي بالله سبحانه وتعالى، وغادي يجي واحد النهار اللي غادي يفرجها على كل مسلم ومن بينهم على كل المسلمين العالم. الله يجزيكم بخير، شكرا. مستقبلا كنفكر ندير مشروع ديالي قار، وهو عبارة عن
وكالة عقارية متنقلة اللي كنحلم بيها كنحلم بيها وكنحلم بيها. كنت دفعت هذا المشروع للتعاون الوطني ولانابيك، ولكن ما داروا معايا والو، قال لك مشروع متنقل ما قبلوش ليا. ومن هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للمحسنين ولا المتعاطفين بالدراجة نارية اللي كتكون ايسانس، ما هادشي ديال الكهرباء ما خدامش ليا، بالدراجة نارية ديال ليسانس باش ندير المشروع ديالي، باش ندير فيه واحد لي بانو فوق راسي اللي يكون في وكالة مسلك العقارية المتنقلة، ونخدم ونزيد تاني لقدام شي شوية. جزاكم بخير. دقينا ابواب ديال التعاون الوطني وديال لانابيك في اطار صندوق التماسك الاجتماعي اللي كانوا كيقولوا لنا غنعطيكم 60,000 درهم باش ديروا المشاريع ديالكم، ولكن هذيك 60,000 درهم بداو كيقتطعوا علينا فيها. قال لك خاصنا نعطيكم غير 30,000 درهم، 3 مليون. 3 مليون اش غادير لك 3 مليون؟ ما غادير والو. يعني حنايا الدولة مخصصة لنا 60,000 درهم، ولانا بيكو التعاون الوطني كيقول لك حنا غنعطيكم 30,000 درهم، يعني ما غاديش تزوجوهاش. كيفاش هذا المعاق يدير واحد المشروع اللي سميتو موديل الدخل ب 30,000 درهم؟ ما غاديش ما كنظن ما غاديش. النداء ديال المسؤولين، الله يجزيكم بخير، تهلاو في هاد الفئة. هاد الفئة راه محتاجة تهلاو فيها ذوي احتياجات اعاقة. احنا كاشخاص معاقين احنا نتعاون مع المسؤولين، ماشي ما نتعاونوا، نتعاون معاهم، نزيدوا معاهم قدام على حسب المسائل الإدارية. أي وثيقة بغاوها نجيبوها ليهم، ولكن باش في آخر المطاف كدير كيدير الشخص معاق المحاولة ديالو وكيجيب الوثائق ديالو في التلفان ويقول لك ما كاين والو، هذا الشيء احنا ما بيناش، احنا كنرفضوه رفض تام. احنا كأشخاص في وضعية إعاقة. شكرا، تحية شوف تيبي على هذا الحوار، وشكرا شكرا جزيلا. ونتمنى للشعب المغربي الرخاء والازدهار بالسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس. الله ينصره والله يوفقه والله يغلبه على من عاداه. شكرا.